انتقل الى الكاتب الصحفي معي عبر الهاتف من بريطانيا محمد الجارح. سيد الجارح، ارحب بك في تغطية خاصة واسال عن تقييمك لما يحدث الان في ليبيا، عن شكل الصورة التي يعني تختزلها للمشهد الليبي سياسيا وكذلك عسكريا. السلام عليكم. اهلا بك. بالنسبة ل يعني وجهة النظر او النظرة الى الوضع الليبي سياسيا، نعم، يمكن الرجوع إلى بدايات المؤتمر الوطني حيث تم تمرير تشريعات كتشريع القانون العاجل السياسي على سبيل المثال. منذ تلك يعني التشريعات أو مثل هذه التشريعات وما صاحبها من استخدام للسلاح والتهديد والتهجم على المؤتمر إلى من تلك الممارسات، هذا أدى إلى فعلا توضيح وإيجاد الانقسام داخل المشهد السياسي الليبي، انقسام جدا واضح، وأصبح هناك نوع من التوتر، نوع من التصعيد من قبل الأطراف المتضررة والأطراف التي دفعت بقانون العجل السياسي. نعم. الآن سياسيا يعني داخل الإشكالية تكمن أن ليبيا مشكلتها في الشرعية، يعني المؤتمر نفسه منقسم. بعض أعضاء المؤتمر يؤيدون على سبيل المثال حملة الكرامة، بينما هناك آخرين لا يؤيدون ذلك. لدينا حكومتين في ليبيا الآن، وإلى حد كبير بحكم الاختلاف ما بين العوامي وأبو سهمين لدينا رئيسين مؤتمر، كذلك كل واحد منهم طالع بشيء. هذا يوضح نوع الانقسام الحاصل، ولهذا السبب يعني سياسيا الانقسام الحاصل سياسيا، عدم الوحدة، عدم وحدة الرؤية داخل مؤسسات الدولة الليبية، هو ما يجعل من الصعب على المجتمع الدولي أن يعني يقدم المساعدة لليبيا. طيب. لأن المجتمع الدولي أمريكا لكن الولايات المتحدة الأمريكية سيد الجارح تتحدث عن ربما اعتزامها لتدريب 8000 جندي، تصريحات أخرى عن إجراء دوريات مشتركة، عن محاولة للتغلغل وسط الصحراء الليبية والجنوب الليبي، ربما هذا ما نشرته تايمز وهذا على ذمتها، وربما أيضا ما يلفت الانتباه تصريح الرئيس الأمريكي اليوم يقول أن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية لمكافحة الإرهاب تقول اليوم أو التعريف الجديد لها اليوم دع أبناء الوطن هم من يقودون المعركة. بالضبط، يعني عندما تحدث يوم الاثنين الماضي أوضح الرئيس أوباما أن الولايات المتحدة أو عصر التدخلات العسكرية الضخمة ولا ماذا الزمن، يعني بما أن التدخل العسكري بعمليات عسكرية سيستخدم فيه طائرات بدون طيار قتالية وعمليات محدودة جدا مثل العمليات التي رأيناها في طرابلس لاستجلاب أبو أنس الليبي على سبيل المثال. لكن بالنسبة لليبيا هو لم يتحدث كثيرا على ليبيا، تابعت الخطاب، لكن الواضح أن الولايات المتحدة تتجه في اتجاه واحد وهو تقديم العون للدول في المنطقة، الدول التي ستحارب الإرهاب. هذه الدول، ولهذا نجد الآن اجتماع الدول المغرب العربي أو المغرب، يعني هذا الاجتماع هو بكل تأكيد فيه يعني وراءه يعني دفع أمريكي أو أوروبي من أجل استخدام القوى الإقليمية لتلعب دور بدل أن تلعبه الولايات المتحدة بشكل مباشر أو الاتحاد الأوروبي. هذا هو الاتجاه الذي سنراه في ليبيا. يعني بالعودة للوضع العسكري في ليبيا، مثل ما قلت يعني حملة الكرامة أو وأزمة النفط على سبيل المثال، كل هذه الأزمات تصب في اتجاه واحد، اتجاه تصعيدي، اتجاه توتر، وكل هذا حدث بسبب الانقسامات الموجودة داخل المؤتمر وداخل مؤسسات الدولة. يعني نحن الآن أمام نتائج، الأسباب هي تصدع هذه المؤسسة سياسيا وانقسامها، وما نشاهده اليوم من أزمات هي أزمات نتائج لهذا التصدع داخل المؤتمر الوطني والحكومة.
بالضبط. وبالعودة إلى يعني الآن المجتمع الدولي يلعب في دور الوساطة أو يلعب في دور أنه يريد أن يأتي بدور فعال بحيث يأتي بكل الفرقاء في ليبيا ويجتمعوا مع بعض. نعم طيب. والسبب لذلك أن الحرب على الإرهاب تتطلب أن تكون هناك رؤية واضحة، تتطلب أن تكون هناك وحدة في الرأي ووحدة في التعامل مع هذا الموضوع. الآن هذا لا يوجد في ليبيا. الشيء الآخر أن هناك الكثير من الحديث على قانون العجل السياسي، عودة شخصيات مثل مصطفى عبد الجليل، محمود جبريل، إلى هذه الشخصيات إلى أن تعود في العمل السياسي في ليبيا. طيب. أعتقد أن جماعات الإسلام السياسي في ليبيا الآن يتم وضعها في أمر واقع. يعني هل تريد التعامل مع أناس مثل محمود جبريل أم تريد التعامل مع أناس مثل حسكر وإبراهيم جبران؟ طيب. على سبيل المثال. طيب. سيد الجارح، يعني في ظل هذا المشهد وفي ظل ما نرصده اليوم من ربما نقاط سلبية، وعلى هذا البرنامج أن يظهرها لأن حتى نعرف ماذا نريد اليوم لليبيا. ما هو السيناريو الذي تتوقعه عندما نسمع أن الدول الجوار الآن في مشاورات لوضع يعني خارطة الطريق لإصلاح ما يمكن إصلاحه في ليبيا قبل أن يستفحل الأمر؟ هناك نوع من التخوف إن في المنطقة بشكل عام إنه أصبح كما يعني أشرت أنت سابقا إن ما هو الإرهاب، من يحدد الإرهاب؟ بالنسبة لمصر على سبيل المثال جماعة الإخوان المسلمين إرهابية، بالنسبة لتونس ليست كذلك، والجزائر على سبيل المثال لن تريد للإخوان الوصول للحكم في ليبيا، لن يكون من مصلحة من أن يكونوا في الحكم. فحتى دول الجوار يعني ستحتاج إلى وقت أو إلى كثير من العمل لتوحيد رؤيتها تجاه الإرهاب ومن يمثل الإرهاب. يعني خصوصا لاعبين رئيسيين أو لاعب رئيسي كدولة مصر المجاورة. يعني من هذه الناحية هكذا يعني ينظر للوضع. لكن الإشكالية في ليبيا أن وأشارت إليها السفيرة الأمريكية ديبرا جونز في خطابها 21 هذا الشهر، يعني قالت إن ليبيا كأنها أصبحت يعني أرض معركة ما بين قوى إقليمية، لكل منها يدعم بالسلاح أو يدعم بالأموال أو يدعم سياسيا جماعات مختلفة. تحدثت بشكل واضح عن الإمارات وعن قطر. نعم. على سبيل المثال. نعم. هذا أيضا يعقد الأمر داخل ليبيا. لذلك يعني حتى دول المنطقة أو بدول المنطقة بمساعدة دولية يجب أن يوضحوا ويحددوا رؤية واضحة المعالم حتى لا يكون هناك لغط ويتم استخدامها كذلك من أطراف معينة سياسيا ونرجع من جديد إلى الصفر أو يعني إلى البداية. يعني طيب، هل هنا الحل يأتي وفق طريقة ديبورا جونز السفيرة الأمريكية عندما التقط الفرقاء الأمريكيين أو الليبيين عذرا خاصة من الجناح الإسلام السياسي إن صح التعبير، واستبعدنا ربما فضيلة المفتي ديار ليبيا سيد صدق غرياني، هل هذه الطريقة هي الطريقة الناجعة اليوم أن تقوم مثل هذه المرأة بالجلوس مع الكل وجمع النقاط وربما جمعهم في اجتماع أو ربما في طاولة حوار حتى يتم تحديد ما هذا نوع الإرهاب، كيف نواجهه، وما هي الإشكالية السياسية وكيف نصلحها؟ الكثير من الأمور في ليبيا تحتاج إلى حلول سياسية ولا تحتاج إلى حلول تقنية. المجتمع الدولي لمدة سنتين كان يعتقد أن يعني الحلول في ليبيا ستكون تقنية وسهلة ولن تكون هناك إشكالية، لكن بعد سنتين أو سنتين ونص يعني لاحظوا أن الحلول التقنية لن تقدم شيء في ظل التوتر وتعثر العملية السياسية. لذلك مشاكل ليبيا الحالية تحتاج إلى حلول سياسية بالدرجة الأولى. لهذا السبب الآن نلاحظ
ديبورا جونز أو الاتحاد الأوروبي أو إيطاليا وبريطانيا كلها تبعث بمبعوث خاص. وهؤلاء يعني كل من هؤلاء المبعوثين هو شخص دبلوماسي مخضرم يعني ومتخصص أحيانا في حل النزاعات السياسية والمساعدة في حل النزاعات السياسية. المجتمع الدولي الآن يدرك أن الحل في ليبيا يجب أن يكون حل سياسي. المجتمع الدولي لن يستطيع أن يقدم هذا الحل، الحل يجب أن يكون ليبي. ولكن ما تقوم به أسرة المجتمع الدولي الآن هي مساعدة الليبيين أو دفع الليبيين يعني في الاتجاه الصحيح نوعا ما. لكن هناك دائما خطر من أن أي يعني على سبيل المثال عندما التقت السفيرة ديبورا بالشيخ الغرياني يعني كان الكثير يعني يعلق يعني بعدم الرضا. ليش لماذا تتقر؟ لذلك هذا يعتبر نوع من التدخل في الشؤون الليبية. أو فلذلك المجتمع الدولي سيكون حاذر جدا وكثير من الأمور ستحدث خلط أبواب مغلقة. لكن الحل يجب أن يكون ليبي، الحل يكمن في يد الساسة والقادة الليبيين من كافة الأطراف المتنازعة الآن. طيب. هم من يملك الحل وهم من يجب أن ينظر لقضية الوطن لا قضاياهم الخاصة.